لبنان تنظيفه وتجميله وكثير من المشاريع بمحطتنا التالية الحلو بلبنان. حابين نرحب معنا باستوديو عالم الصباح بأنطوان الحاج وماريسول خوري من جمعية جرينوكراتيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. خير. طبعا هالجمعية اللي بلشت جديد بلبنان لأنه هدفنا أنه ننظفه نجمله نخليه بأبهى حلة مثل ما نحن معودين أنه يبقى لبنان. صحيح. ليش حتى أسستوا هالجمعية؟ يعني أنتوا وين محلكم بين بقية الجمعيات اللي عم تشتغل كمان على الأرض؟ أوكي. بلبنان في كتير جمعيات وفي كتير جمعيات كمان بتهتم بالبيئة، ولكن نحن جربنا في عنا طريقة وهدف وطريقة تعامل شوي مختلفة عن الآخرين، يلي هي أنه نحن عم نجرب نكون مش بس نعطي ملاحظات أو نق باللبناني على المشاكل الموجودة، ولكن نجرب نلاقي حلول لهالمشاكل ونلاقي لها طرق شوي فريدة جديدة مبتكرة لحتى نلاقي لها الحلول. وعم نجرب نشتغل كلبنان وبرات لبنان مش بس للبنان. يعني مثل ما نحن قديش الجمعية تأسست؟ نحن تأسست الجمعية بأدار 2006 لا 2012 سوري، صرنا أقل من سنة وهلا يعني خلال شهرين نحن بنعيد السنة الكاملة. برافو. ومن وقتها بلشتوا بهالمشاريع اللي رح نحكي عنها اليوم على أمل إنه كلنا نقدر إنه نطبقها. فريق العمل كم شخص أنتم موجودين بالجمعية؟ نحن هلا مبدئيا 15 شخص وعم نآمن بلبنان رغم كل شيء، رغم إنه خلقنا حتى في أشخاص خلقت بالحرب وعم بتقول إنه سمعنا أزايف وبيوت كلها عم تتدمر، عم نحاول نرجع لبنان اللي إذا بدك رسموا لنا إياه أهالينا. اليوم نحن عم نرجع نحلم بلبنان، لو الحلم في كتير عوائق اليوم، بس كنا عم نشتغل على كرمال لبنان وللبنان. نحن 15 بس في كتير ناس بدهم ينضموا إلنا وحابين ينضموا إلنا. أكيد نحن نعرف إنه الجمعيات يعني بمعظمها يلي هي ترتكز على المتطوعين. صحيح. والأشخاص اللي ممكن تشتغل واللي حابة بالفعل إنه تشتغل بهيك مشاريع. في كتير متطوعين، طالما في هدف واضح في كتير ناس بتحب انه تمشي، بس المهم يكون في وضع هدف واضح. بدنا نوضح الاهداف، بدنا نوضح المشاريع، هذا هدفنا اليوم بهاللقاء لحتى نشوف كيف رح بيصير الشغل على الارض. اول شيء في عندكم حمله لتنظيف البحر ومن خلال بوت يلي هو رح بيكون موجود، خبرنا عنه اكثر. بعرف انه ماريسول لها علاقه مباشره بهالبوت هيدا، وكيف رح يتم عمليه تنظيف البحر واي بحر واي نفايات ممكن توصلوا لها بخلال هالبوت. نحن اطلقنا اول مشروع للجمعيه كان مشروع اسمه البلو ويل بوت او الحوت الازرق. هو زورق تصميم وتنفيذ وابتكار لبناني. الزورق شغلته ومشغلته ينظف النفايات على وجه المي، فبيصير مثل كانه عم بيعمل تمشيط، بيصير يمشي وينظف هالبحر. هلا في فيديو بفرجينا كيف عم يشتغل في شركه احول. الزورق هو كاتامران، يعني بيكون عنده حوضين وبالنص في شبكه. هالزورق هذا بيطلع من حيالله مارينا بلبنان، رح يكون في عنا عده مراكز بلبنان هذا المشروع، ونحن هلا عم نفتش على سبونسرز رعاه او متبرعين لهذا لحتى نقدر نصنعهم. الزورق عنده امكانيه انه يفتح مثل كانه عم يفتح تمه، بيصير يلم الزباله يلي فايشه. عامه الزباله الفايشه هي بتكون خشب، اكياس، ورق، عام اكثر شيء بتكون نايلون. بس يرجع على المارينا مثل ما ببين هلا هذا بيصير تقنيات اكثر. بس يوصل على المارينا بيرجع بينشال الزباله، يعني الشبك بحد ذاته بينشال، يعني ما بينلمس بالزباله ابدا، سهل جدا. وحتى هلا عم نجرب نلاقي تطور انه يصير نعمله يمشي على الشمس، فما بنقعد حتى بحاجه لمصاريف بتروليه عليه. المشروع نحن عملنا صنعنا اول واحد، انقرض بالربيع بينزل على المي، والهدف انه نقدر نصنع بين 5 و20 لحتى يعملوا تمشيط لكل الشط اللبناني، مش بمنطقه معينه، مش بحدود معينه، يعني اكيد بده يكون 5 كيلومتر من الشط، بصير يعمل تمشيط رايح جاي، بس المهم انه ينظف المي. عظيم، هذا المشروع كثير ماريسول يعني عزيز على قلبه هذا المشروع. طبعا لانه انت من خرطه بتنفيذ، يعني ابتدات مع فكره انطوان وكان عمل سوا،
بهذا المشروع، واكيد كان في شخص بحب نذكره دائما، هو هادي عكنان، اللي هو اذا بدك اللي نفذ هذا البوت. دائما بيبقى في فكره وشخص عم بيصمم وشخص عم بينفذ، وهذا البوت تمثل برا باستونيا وحمل اسم لبنان ونحط على نشرات اخبار. كان حلو انه لبنان تمثل مش بس بصوره حلوه، انه لاقى حل للعالم كله، وهو كان اذا بدك ثمره لتوسيع الجمعيه او لبدايه هالجمعيه. يعني انطلقت الفكره من هون ومن بعدها عم تتوسع، لانه لقينا حل، وهذا الحل جار حلول كثيره للجمعيه. موضوع التمويل وكيف والى اخره بده وقت، يعني مش أكيد. عم نقول انه هي قصه سحريه حتى واحد يقدر يبلش بهالمشروع. عم تقدروا يعني فينا نقول على الارض في حدا، في مشاريع قابله، في ناس قابلين انهم ينخرطوا معكم، بلشتوا تلمسوا هالشيء؟ في ناس مهتمه، بعد ما فيش يعني تبرع فعلي او رعايه فعليه. ناطرين نشوفوا يمكن النتائج الاخيره كيف بده يطلع البوت. البوت مبدئيا جاهز يعني حتى ينزل على المي، بس هذا واحد بس، نحن بحاجه لخمسه او عشره، وهذا بيكلف مصاري. هلا ما بيكلف قد ما معقول الناس تفكر انه زوارق ممكن تكلف، اقل بكثير لانه هذا مصنع خصوصي، يعني مصنع بلبنان بمعدات لبنانيه بيد عامل لبنانيه، لحتى يكون ارخص شيء ممكن نقدر ننزله على المي. في كثير ناس مهتمه، وعم نلاقي كمان حلول كمان مختلفة ومبتكرة، اللي هي أن نقدر بركي نقدر يصير هو يطلع أمواله الخاصة، يعني إن كان من الزبالة بحد ذاتها نقدر نجرب نبيعها، أو حتى كمان عم نجرب هلأ نحكي مع شركات الدعاية أن ينحط على كل زورق مثل بانو، فبيكون هو دعاية، يعني كل واحد عم يعمله سبونسر بيكون عم ينعمله دعاية مباشرة. رح نحكي عن المشروع الثاني اللي هو كمان هالمرة مشروع جايبينه على لبنان. صحيح. هذا وردناه، نحن جبنا مشروع على لبنان وعملنا له حلول لحتى يصير لبنان. Let's do it لبنان، يلي هو مشروع أنه يتنظف لبنان بنهار واحد بكل المناطق اللبناني. صح. هيدا يمكن كمان ضروري انه الناس تعرف، لانه بدها تكون هي منخرطه بهالموضوع. هيدا شو يعني ليتس دو ات لبنان؟ ليتس دو ات كفكره انطلقت من استونيا سنه 2008. ما بعرف استونيا يمكن مش كل العالم بتعرفها، بنعرفها من وقت اللي صار في خطف شوي استونيه، ولكن الفكره هي انه استونيا هي على شمال شرق اوروبا على حدود روسيا، كانت بالاتحاد السوفيتي لحديث سنه 91، وهي عبارة عن بلد حجمه حجم لبنان أربع مرات، عنده بور كتير كبير، فكانوا كل استيراد الاتحاد السوفيتي عبر هالبور، مما سبب أنه تكون إستونيا فيها كتير زبالة. من سنة 91 لل 2008 حاولوا بشتى الوسائل أنه ينظفوا بلدهم، ما قدروا، لحديث ما طلعت فكرة وقالوا ليش ما منجرب، أنه الشعب بحد ذاته هو بينزل بيتطوع بينزل وبيصير ينظف. خلينا نشوف هالريبورتاج كمان يلي بيحكي اكثر، بيحكي عن كيف عم بيصير بالعالم، عن هالموضوع، عن هالفكره. We live on a beautiful planet, but we're trashing it day by day. By now, trash is everywhere. We can change this. You can change this. In 2008, Estonia was cleaned of its garbage in just one day. That started a movement that aims to clean up the entire world. More than 2 million people have already started. They've cleaned up their countries. Now it's your chance. Join the biggest cleanup action on Earth from March to September 2012. People like me and you are creating instant change and organizing a cleanup day in more than 100 countries worldwide. Are you ready for the challenge? Many countries have accepted this challenge already. Only together we can make it happen. Come join the World Cleanup 2012. Let's clean up the world together. لكن هيدي الفكرة Let's do it لبنان، رح بيكون في مراكز معينة الناس تقدر تتجمع وتشارك لا مش مطلوب هالموضوع، يعني نحن عم ننظم كل شيء من هلأ ل 21 نيسان اللي هو تاريخ الإيفنت. ب 23 أدار رح يكون في مؤتمر صحفي للإطلاق ونفسر أكثر كيف رح يصير، ومن هلأ لوقت رح يكون في كتير على التلفزيونات على الراديوات رح يكون في تفسير، وعم نعمل فيديو خصوصي للتعليم كيف لازم يعملوا، ما لازم يكبوا، كيف بدهم يعملوا. فكل هالتنظيم هذا هلأ عم يتحضر، يعني نحن هلأ أربعة أشهر واول انترفيو هلا عندكم انتم الاطلاق تبع ليتس دو ات لبنان 2013. رح يكون كل واحد حد بيته، مش مطلوب منه الا يكون لابس كفوف ومعه كيس زباله، وبينزل وبصير يلم حد بيته حوالين بيته، الجيران
هن بيتساندوا بيتساعدوا بهالمنطق. عندنا نحن بنحب نشتغل مع بعض، بنحب نظافة لبنان، وهذا هالمشروع هذا كل الزبالة بدها تطلع رح تتجمع وتتحول لمعامل إعادة تدوير أو رح تتخذ كتنلم زبالة عادي. المعامل إعادة تدوير نحن رح نبيعها إياها، مش رح نعطيها إياها هدية. لحتى نعرف إنه الزبالة عندها قيمة، عندها قيمة مادية. هالمصاري اللي بدها تطلع رح نرجع نوزعها على المناطق كجنينات، كمشاريع بيئيه، كل بكل منطقه. بهال يعني مشروع هيدا وزاره البيئه معكم ماشي على الخط معكم بقيه الجمعيات كيف عم بيصير تنسيق؟ اجتمعنا بوزير البيئه وكثير شجعنا وكثير دعمنا، بس بنعرف كمان اي شخص عم نطرح عليه هذا الموضوع عم بينبسط، عم بيلاقي انه في ناس عم بتفكر بطريقه كثير حلوه، بس للاسف انه الدوله يمكن نحن انه ما عم تقدر غير معنويا، ونحن بنشكرها على كل حال، مهم انه يوقفوا حدنا والرساله تكبر. بدنا نوقف حدنا، بدنا يعني نشتغل على الارض اكثر. في خرائط رح يعني حسب الخريطه رح بيكونوا يتوزعوا، في مابينج رح بيصير بهالاطار هيدا. صحيح. كيف بدنا نفسر للناس، كيف بدنا نوصل لهم الفكره؟ مثل ما قلت قبل في فيديو رح يكون يفسر كل شيء، ولكن اذا بدنا نعطي ملخص صغير، في ابلكيشن على الايفون والاندرويد بينعملها داونلود فور فري وما بتاخذ كثير ميجا بايت، بس نلاقي محل فيه زباله غير قانوني، يعني مش سطل الزباله اللي نحن عامه بنكب فيه، اللي بيكونوا بجنينات وكذا، في محلات بيكون فيه زباله، بس بنصور الزباله وبنعملها ابلود. حتى فينا نصور ونعمل ابلود على الانترنت بالبيت لحتى ما نصرف الداتا تبع التليفون. بتعمل خريطه، لبنان عنده خريطه، يعني بس نفوت هذا ننزل داونلود هيدي ونفتش الماب، بتبين عندنا خريطه لبنان وين في زباله اوريدي محطوط انه هذا مواقع زباله، فبتصير العالم تعرف انه وين اقرب زباله لها، في ليست، في كبسه ليست بتعطيكي وين اقرب زباله لك لبيتك او لمحلك انت محل ما انت حاليا، فبتروحي وبتصير تلمي زباله بين هالمنطقه، بصير هالعالم كلها كل ما يكون في كميه زباله اكثر هي بتصير تتجمع اكثر. فالابلكيشن كثير يعني سهل. هي الفكره كمان يمكن انه تحفيز الناس انه العمل اللي بدهم يعملوه لتنظيف او هالتنظيفات اللي رح تصير رح بيكون في لها مردود للمنطقه، يمكن دائما هيك الدافع المالي بيكون موجود في معظم الاحيان تواحد يتشجع او يتحرك او الى اخره. لانه ليه ما بيكون لبنان مثل طرقات اوروبا؟ ليه ما بقى نمشي؟ ليه ما في بسكليتات؟ ليه لا؟ يعني انه انا من الاشخاص يمكن حلمت بلبنان ويمكن وقفت على المطار وكثير اشخاص محلي. بدك تساليها لكل لبناني ليش بكب بلبنان وبرات لبنان ما بكب؟ ما بكب يمكن. هي نحن المشاكل البيئيه بلبنان هي الوعي البيئي عند كل شخص، ونحن متوقعين انه مثل ما نحن بنعرف بكل بلد بكل بس يكون عندنا عرس بالبنايه كل البنايه بتتساعد، وقت يكون في عندنا حتى الشارع بيتساعد لحتى ينظفوا الشارع فنفس الفكره، ما عندنا خوف من الامكانيه اللبناني انه يقدر يتشارك بمشروع بهالطريقه، لانه كلنا عم ننظف زباله، يمكن الزباله مش زبالتنا بس البلد بلدنا. خلينا كنا عم نقول انه هذا عرس لكل لبنان بهالنهار، بلكي هيك بيتشجعوا. صحيح. بينزلوا وبيقدروا يشاركوا بهالموضوع. اهلا وسهلا فيكم معنا اليوم بصدق عالم اصبح بريك صغير وبنرجع نتابع.